بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تكلمنا بحمد الله تعالى في الخطبة السابقة على فضائل الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنة الفردوس مثواهم، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال: وكلا وعد الله الحسنى. وذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة وقول الطحاوي، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وقول شيخ الإسلام رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ونحن نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن عقيدة الروافض، لا أقول الشيعة، لأن الشيعة اسم يطلق على أشياع علي رضي الله عنه، وهم الذين قدموا عليا على عثمان، قدموا عليا على عثمان
وهذا كان عليه جماعة من السلف، ولكن الذي عليه جمهور الأمة تقديم عثمان على علي، وقالوا بأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال الإمام أحمد: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان على علي، فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فالشيعة هم الذين كانوا يقدمون عليا على عثمان مع اعترافهم بفضل الشيخين أبي بكر وعمر واعتقاد صحة خلافتهما، ولكن هؤلاء الذين يوجدون الآن بإيران وبلبنان وبالعراق هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية، وهم الذين يطلق عليهم الروافض، والروافض هم الذين يرفضون خلافة أبي بكر وأبي بكر وعمر، ويكفرون أبي بكر وعمر، ويعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على استخلاف علي رضي الله عنه، وأن الصحابة كتموا ذلك، وأنهم كفروا بكتمانهم النص الصريح على استخلاف علي. فهذه عقيدة الروافض عباد الله، هم لا يحبون هذا الاسم، ولكن هذا اسمهم في الواقع، هم روافض وليسوا شيعة، وهم أكفر من اليهود والنصارى، دينهم غير ديننا، ملتهم غير ملتنا، ولا يتعاطف أحد معهم عباد الله، فإنهم يكفرونكم أكثر من تكفير الخوارج للمسلمين، لأنهم يكفرون حتى كل طوائف الشيعة ومن ليس على مذهبهم، بل يكفرون الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء لهم دين ولهم قرآن ولهم سنة غير قرآننا وغير سنتنا، وقد تكلمنا في خطبة سابقة عن بعض عقائدهم، من اعتقاد الرجعة أنهم يعتقدون بأن الأئمة سوف يعودون مرة ثانية إلى الدنيا، وبأن عائشة رضي الله عنها سوف تعود إلى الدنيا وسوف يرجمها المهدي المنتظر، مهديهم الذي دخل سرداب سامراء، فهم يعتقدون بأنه يخرج عريانا أمام قرص الشمس، وأنه يبايعه أبو بكر وعمر وعثمان، بل ويبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعجبون، فإنهم يعتقدون بأن علي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون فيه كما جعلت النصارى في عيسى، أن فيه ناسوت ولاهوت، أي فيه جزء إلهي وفيه جزء بشري، وبعض غلاتهم يعتقدون تفرده بقضاء الحاجات، وبأنه الصاعقة، وبأنه الطامة، وبأنه الواقعة، وأنه الذي يجيب دعاء المضطرين، فما تركوا شيئا لله عز وجل. فهؤلاء هم الروافض عباد الله، يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، يعتقدون كذلك بعقيدة البداء. لو قلت لهم إن الله عز وجل قد رضي عن الصحابة في الأزل، وأن الرضا صفة قديمة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والإيمان، وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقولون بأن الله عز وجل بدا له أو تغير رأيه، كما تدعي اليهود بأن الله عز وجل يخلق ويجرب ويستفيد علما جديدا، كما في التوراة المحرفة، بأن الله عز وجل لما رأى فساد استشراف الناس بكى حتى رمضت عينه وقال: لماذا خلقت الإنسان؟ فهؤلاء عندهم كذلك عقيدة
البذاء وعقيدة المتعة، بأن من تمتع مرة فهو بدرجة الحسن، ومن تمتع مرتين فهو بدرجة الحسين، ومن تمتع ثلاثا فهو بدرجة علي رضي الله عنه، ومن تمتع أربعا فهو بدرجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعتقدون كذلك تحريف القرآن، وصنف أحدهم كتابا بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فإذا قلت لهم قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا بأن القرآن محفوظ ولكن مع الإمام الغائب، مع المهدي المنتظر، وهو قرآن فاطمة، ثلاثة أضعاف القرآن الذي بأيدينا، وبأنه ليس فيه حرف واحد من هذا القرآن الذي بأيدي المسلمين، لا يعترفون بالبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبي داود، لهم كتبهم المشحونة بالكذب والخرافات، فهم أكذب فرق الأمة، ينسبون إلى أبي جعفر الصادق بأنه قال التقية ديني ودين آبائي، والتقية هي أن يظهر العبد خلاف ما يبطن، وكذبوا في ذلك، فإن التقوى هي دينه ودين آبائه. نحن لا نتكلم عن جملة عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ولكن نجمل الكلام اعتقادهم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقادهم في الصحابة أن الصحابة كفروا إلا ثلاثة، وهم أبو ذر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي، ذهبت عقولهم، أين علي وأين الحسن وأين الحسين وأين سائر أهل البيت؟ يخرجون أمهات المؤمنين من أهل بيت النبوة وهم أولى الناس ببيت النبوة، فإنهم أصحاب آية التطهير والمباهلة، فهؤلاء يكفرون الصحابة. وقد حكم العلماء في من نسب الصحابة إلى الجبن أو البخل، وفي من سبهم بأنه يؤدب ويضرب نكالا ويحبس حتى يتوب، أما من اعتقد ردتهم وكفرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك في كفره، ولا شك في كفر من توقف في كفره. الصحابة هم الذين أدوا إلينا القرآن، وهم الذين نقلوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب حق والسنة حق، وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا من أجل أن يبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا طعنا في الصحابة رضي الله عنهم، وإذا اعتقد أحد كفر الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يطعن في الكتاب والسنة، فلا تكون السنة نقلت لنا بنقل العدول الثقات عن العدول الثقات، والقرآن الذي اشترط العلماء فيه التواتر نقله جماعة ينسبونهم هؤلاء إلى الكفر، فكيف نعتقد صحة الكتاب والسنة؟ وهم كذلك الذين اعتقدوا كفر الصحابة رضي الله عنهم، كفروا بالآيات الكثيرة التي نزلت في فضل الصحابة رضي الله عنهم، والتي سقناها في الخطبة السابقة، والأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرفهم وفي فضلهم، فهؤلاء كفروا بالكتاب والسنة، فكيف يكونوا مسلمين عباد الله؟ بالإضافة إلى اعتقادهم تحريف كتاب الله عز وجل، هؤلاء كذلك عباد الله يعتقدون بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكل خلافة كانت قبل خلافة علي رضي الله عنه، ويستدلون بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال بأن من كنت مولاه فعلي مولى الله، اللهم والي من ولا وعاد من عادا. وبقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لما استخلفه على أهل المدينة، وتألم علي رضي الله عنه وقال أتخلفني في النساء والصبيان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطره فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقالوا بأن هارون كان هو المسؤول بعد موسى عليه السلام. وجواب أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف غير علي في غير موقع، وكان يستخلف أحيانا عبد الله بن أم مكتوم، فيكون لكل واحد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات على المدينة يقول بأنه أولى بالخلافة من أبي بكر، وما ادعى أحد ذلك عباد الله. وإنما كان هارون الخليفة بعد موسى لأنه نبي مع موسى، فلما مات موسى صار هارون هو النبي الموجود في بني إسرائيل. فهذا الذي نصبه هذا المنصب عباد الله، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن علي فقال إلا أنه لا نبي بعدي. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي رضي الله عنه، فأقارب علي أعز في قريش وأعز في المسلمين وأقرب رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم من أقارب أبي بكر، أين كان هؤلاء عندما بويع أبو بكر بالخلافة؟ ثم إن المهاجرين قد أوقفوا الأنصار عن طلب أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. فلما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن الجسد الشريف، اجتمعت الأنصار والمهاجرون في السقيفة، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وقال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. فلو نص النبي صلى الله عليه وسلم على استخلاف علي ما وقع هذا النزاع، ولا وقف الجميع عند نص النبي صلى الله عليه وسلم كما وقفت الأنصار عند قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. ثم أين النصوص الكثيرة المتواترة التي لمح فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستخلاف أبي بكر؟ قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لعلي أكتم كتابا حتى لا يختلف المسلمون في أبي بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبي بكر. فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب كتابا باستخلاف أبي بكر، ولكنه لمح إلى ذلك وأشار إلى ذلك بإشارات قوية، ولم يلمح باستخلاف أحد. بل علي رضي الله عنه لما طعن قيل له ألا تستخلف؟ فقال لا أستخلف كما لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو علم الله عز وجل فيكم خيرا لجمعكم على خيركم كما جمع الأمة على خيرها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا علي نفسه رضي الله عنه ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، ولذلك لم يستخلف علي، وقال بأن لو فيهم خيرا لاجتمعوا على أمثلهم ك
كما اجتمعوا على أمثلهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أرأيت إن عدت في العام المقبل ولم أجدك؟ قال: فأتي أبا بكر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقول عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف أي كثير التأسف والبكاء، إذا صلى لم يسمع الناس من البكاء. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يصر النبي صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر في الصلاة، ولذلك قال المهاجرون للأنصار: أيكم تطيب نفسه أن يعزل أبا بكر من منصب أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الخليفة هو إمام الناس وهو الذي يصلي بالناس، فمن تطيب نفسه أن يعزل أبا بكر من إمامة الناس ويصلي هو بالناس؟ وقال الصحابة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في إشارته إلى استخلاف أبي بكر: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. فكان الصحابة المجاورون للمسجد يفتحون بيوتا صغيرة من أبوابا صغيرة من بيوتهم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يسهل لهم ذلك الجلوس في المسجد ودخول المسجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد كل هذه الأبواب حتى يقطع طمع الطامعين في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص على أن تبقى خوخة أبي بكر، لأن الإمام يحتاج إلى أن يكون قريبا من المسجد. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على استخلاف أحد، ولكنه أشار إشارات قوية إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. وأجمعت الصحابة على أبي بكر، ولذلك كفرت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية جماهير الصحابة لاعتقادهم بوجود النص الجلي على استخلاف عليه، وأن الصحابة كفروا بذلك. فإن قلت لهم لماذا لم يطالب علي بالخلافة، يقولون بأنه استعمل التقية، بأنه استعمل التقية، ويقولون كذبا وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم الخيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: إمام ادعى إمامة ليست له، ورجل ترك إماما من عند الله عز وجل أي لم يبايعه، ورجل اعتقد أن أبا بكر وعمر لهما حظ في الإسلام. هذه عقيدة القوم عباد الله. اليهود والنصارى لا يعتقدون من العقائد الكفرية، ولا يكفرون أهل السنة، ولا يحقدون على أهل السنة كما تحقد عليهم الشيعة الاثنى عشرية الإمامية. وهو الشاهد في العراق اليوم: الشيعة والأمريكان، الشيعة ليسوا أهل بيت النبوة بل أهل البيت الأبيض، فهم شيعة البيت الأبيض، هم والأمريكان حرب ودمار على أهل السنة. يريدون أن يصفوا أهل السنة وأن يريقوا دماءهم، لأنهم يعتقدون بأن أهل السنة أكفر من اليهود والنصارى، وبغضهم لأهل السنة أكثر من بغضهم لليهود والنصارى. أقول لكل من يتعاطف مع الشيعة أو من يحب الشيعة أو من ينخدع بالشيعة: تصور أن رجلا اتهمك بأمك وقال بأن أمك زانية، هل تحبه؟
هل تدافع عنه؟ ألا تعتقد بأن عائشة هي أمك؟ بل هي والله أطهر من أمهاتنا وأزكى من أمهاتنا. بل لم يعلم في جيل من الأجيال ولا في عصر من عصور البشرية امرأة جمعت من العلم النافع ونفعت أمتها كما نفعت عائشة رضي الله عنها. وقالوا لو جمع علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع نساء الأمة لكان علم عائشة أرجح من علم جميع نساء المؤمنين وجميع وعلم جميع أمهات المؤمنين. فهؤلاء الشيعة قبحهم الله يتهمون أمك عائشة بالزنا، والله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أمنا بنص الكتاب، بنص كتاب الله عز وجل هي أمنا. بل ينبغي أن نحبها وأن نوقرها أكثر من حبنا لأمهاتنا. فهؤلاء يتهمونها بالزنا ويكفرون بالآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات تبرئة لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، يكفرون بهذه الآيات التي في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يكفرون بهذه الآيات من سورة النور. فهذا كفر بالكتاب. ولذلك قالوا من اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، لأنه يرد حكم الكتاب ويرد فصل قول رب الأرباب الذي نص على براءة عائشة رضي الله عنها. ونزلت الآيات تمدحها: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فهؤلاء يعتقدون ويتهمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منهم. هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أحب الناس إلى قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على غزوة ذات السلاسل، ظن عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يقول له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: فسكت خشية أن يجعلني في آخرهم. فهي أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فإذا أرادوا أن يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ينتظرون يوم عائشة ويهدونه في يوم عائشة، طلبا لرضا الله عز وجل وطلبا لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يطلب من الصحابة أن يهدوا إليه في أي مكان كان وفي أي يوم كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإذا كان هؤلاء يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة فكيف بالذين يتهمون عائشة وهي عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه؟ كيف يكون في قلوب المسلمين مودة ومحبة لهؤلاء الناس الذين يحادون الله عز وجل ويحادون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يكون على ذلك أحد من المسلمين؟ والله إنه الجهل بعقائد الشيعة الخباث الذين يظهرون أنهم على ملة الإسلام وهم شريعة على غير خلاف شريعة الإسلام. لهم دينهم ولنا ديننا، هم براء منا ويتبرؤون منا،
ويبغضوننا أكثر من بغض اليهود والنصارى، فكيف نحبهم نحن؟ وكيف نواليهم نحن؟ وكيف نعتقد أنهم حزب الله؟ أليس أولى الناس بأن يكونوا حزب الله بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم؟ فهؤلاء هم حزب الله، وما كان معهم هو أيضا من حزب الله، ومن يحبهم ومن هو على معتقدهم هؤلاء حزب الله، وهؤلاء هم المفلحون. والذين يبغضونهم والذين يكفرونهم مهما ادعوا ومهما كذبوا هؤلاء حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الخاسرون. ينبغي أن ينتبه المسلمون عباد الله إلى الخطر الرافضي، لا أقول الشيعي لأن الشيعة أقل خطرا من الروافض، ولكن هؤلاء روافض عباد الله، هؤلاء روافض يكفرون الصحابة ويسبون أبي بكر وعمر ويعتقدون بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من عقائد الشيعة الباطلة في الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعتقدون بطلان خلافة أبي بكر وبطلان خلافة عمر، والعلماء قالوا على صحة خلافة أبي بكر أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه عباد الله قيل نزلت في الصديق رضي الله عنه، لأنه أول من قاتل المرتدين لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وارتدت قبائل العرب، فتصدى لهم الصديق رضي الله عنه وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يأتونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي أمها في كتاب الله عز وهي أختها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على صحة خلافة أبي بكر قوله عز وجل: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فأجمع المفسرون أنه لم يكن بعد نزول هذه الآية قتال إلا قتال أبي بكر للمرتدين من بني حنيفة من أتباع مسيلمة الكذاب: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون. فالله عز وجل يقول ستدعون، والذي دعا إلى قتالهم إلى قتال المرتدين هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي دعا إلى قتالهم. فهذا يدل على صحة خلافته، لأنه الذي دعا إلى قتالهم: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. من الأدلة كذلك أن الله عز وجل وصف المهاجرين فقال: أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، وهم أجمعوا على تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أكثر خليفة اختص بهذا اللقب، لأن عمر بن الخطاب
بدلا من أن يقولوا خليفة خليفة رسول الله سموه أمير المؤمنين، ولكن اختص أبو بكر بهذا اللقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهاجرون صادقون كما أخبر الله عز وجل، فهم صادقون في ذلك، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة أو الروافض قبحهم الله يقولون زعموا أبا بكر خليفة أحمد، كذبوا عليه ومنزل القرآن، ما كان تيمي له بخليفة، بل كان ذاك خليفة الشيطان. فهم يقولون ما كان خليفة رسول الله، ولكن كان خليفة الشيطان. فهذا قول الروافض عباد الله، يعتقدون بطلان خلافة أبي بكر التي نص عليها الكتاب ودل عليها إجماع الأمة، كما قال العلماء بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فالأمة أجمعت على تقديم أبي بكر، وعلي نفسه بايع أبا بكر رضي الله عنه. فهؤلاء يعتقدون بطلان خلافته، وهي صحيحة بنص الكتاب وبنص السنة من عقائد الروافض الباطلة في الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يعتقدون بأن الصحابة كانوا أعداء وكانوا متنافرين، لم يكن بينهم مودة ورحمة، وهذا بخلاف ما أخبر الله عز وجل عنهم. قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهؤلاء يقولون لم يكونوا رحماء بينهم، بل كانوا أعداء متخاصمين، ويزعمون بأن عمر قد دفع فاطمة فأسقطت ولدا يسمى المحسن، كذب وافتراء عباد الله، وبأنه كسر ضلوع فاطمة كذب وافتراء عباد الله. يقول محب الدين الخطيب: كنت محبوسا بسجن الإنجليز بالبصرة، وسمعت بأن رجلا قرويا كان يتردد بين قرى إيران فقتلوه، أي قتله الشيعة أو الروافض. قلت: لماذا قتلوه؟ قالوا: لأن اسمه عمر. وقلت: لماذا يقتلونه واسمه عمر؟ قالوا: حبا في امير المؤمنين علي رضي الله عنه. فقلت لهم: كيف تزعمون حب علي وانتم لا تعلمون انه قد سمى اولاده بعد الحسن والحسين ومحمد بن الحنفيه بابي بكر وعمر وعثمان، سمى اولاده باسماء احبابه وباسماء افاضل الصحابه رضي الله عنهم. انظروا الى للقوم وكذبهم. فهذا علي نفسه يسمي أولاده بأبي بكر وعمر وعثمان، وزوج ابنته أم كلثوم من عمر رضي الله عنهم. فكان الصحابة بينهم من المحبة ومن التآلف ومن التوادد، ولكن هؤلاء يزعمون أنهم كان بينهم عداوة وأنهم كان بينهم شحناء، ولم يكونوا كما أخبر الله عز وجل رحماء بينهم. من ذلك أنهم يتحاشون عن التسمية بأسماء الأصحاب ويتسمون بأسماء الكلاب، فما أبعدهم عن الصواب وما أقربهم للعقاب. بيروي ابن أبي حنيفة حماد ابن أبي حنيفة النعماني بأن جارا رافضيا لهم كان عنده بغلان، وكان يسمي أحدهما أبا بكر ويسمي أحدهما عمر، فرمحه أحدهما فقتله. فلما بلغ ذلك أبا حنيفة قال: الذي قتله الذي سماه عمر. فنظروا في هذه القصة فوجدوه كذلك، فالذي سماه عمر هو الذي رمحه وهو الذي قاتله. فهؤلاء عباد الله يستهينون بأسماء الأصحاب رضي الله عنهم، مضادة كاملة لشرع الله عز وجل، ومخالفة كاملة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فنسأل الله تعالى أن يبصر المسلمين بحقائق الروافض، ونسأله عز وجل أن يخمد نارهم. أسعد يوم عند الروافض اليوم الذي قتل فيه عمر رضي الله عنه، لأنه الذي أطفأ نار المجوسية في إيران، ويسمون قاتله أبو لؤلؤ المجوسي بابا شجاع الدين، فعندهم حقد على عمر خاصة وعلى عثمان أيضا، لأنه وسع الفتوحات الإسلامية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم ارفع علم الدين، اللهم اقمع المنافقين والروافض، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، اللهم أعزنا بالإسلام قائدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.